للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الأستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي. أهلا بحضرتك معنا أستاذ أيمن. يعني الاستعدادات يعني على قدم وساق لاستقبال حدث الانتخابات بالتأكيد في الداخل، بعدما شاهدنا وتابعنا تفاصيل العملية الانتخابية وعملية تصويت المصريين في الخارج، كيف ترى هذه الاستعدادات؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. احنا حاليا في ائتلاف نزاهه، بعد ما تابعنا مرحله التصويت في الخارج، مش المتابعين المقيمين خارج الدوله، المتابعين الدوليين بدا وصولهم من النهارده. يوم 7 ديسمبر هيبقى اكتمل عدد المتابعين الدوليين. هنبدأ في عملية زيارات لمقرات الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة والهيئة الوطنية للانتخابات. عندنا عملية تدريب وتنشيط للمتابعين حوالين المعايير الدولية لحرية الانتخابات، وتدريبهم على الاستمارة الإلكترونية اللي احنا بدأنا في عملها إعدادها. كمان احنا حددنا متابعة 10 محافظات، حددنا ان احنا نتابع 2400 عدد 2400 لجنه فرعيه، وده تقريبا حوالي 24% من عدد اللجان الانتخابيه المصريه. المتابعين بيتحركوا بفرق، كل سياره فيها متابعين دوليين ومترجم ومراسل لزياره اماكن الاقتراع للجان الفرعيه. يوم 13 بنبدا ان احنا نعمل اجتماعات لاعداد التقرير النهائي وتتبيع الاستمارات. يوم 16 ديسمبر هنعمل مؤتمر صحفي الظهر نعلن فيه التقرير الاولي لعمليه المتابعه. احنا حاليا في مرحله الاستعدادات لاعداد نموذج محاكاه للجنه انتخابيه، بحيث ان ايام التدريب احنا بنقول للمتابعين الجدد اللي معانا شكل اللجنه الانتخابيه المصريه هيبقى عامل ازاي؟ مكوناتها ايه؟ القاضي، الموظفين، الساتر، الصندوق الشفاف، عملية الاقتراع بتتم ازاي؟ ده اللي احنا بنستعد ليه الان. نعم أستاذ أيمن، يعني فكرة عملية المحاكاة هي عظيمة في الحقيقة، قبل وتسبق العملية الانتخابية على أرض الواقع، وبالتالي ربما تبرز لحضراتكم بعض المعوقات أو المشاكل من هنا وهناك، ويمكن التفكير في حل يسبق العملية الإجرائية للانتخابات. فهل ظهرت لديكم أي مشكلات يعني في عملية المحاكاة التي تحدثت عنها؟ هو طبعا الحمد لله ما فيش اي مشكلات، ولكن المجموعه لديها العديد من الاستفسارات، وكنا بنتعامل معاهم اونلاين قبل وصولهم يعني للقاهره، حول النظام السياسي والنظام القانوني وقواعد الهيئه الوطنيه للانتخابات، شكل اللجنه، المدرسه، الفرق بين مركز الاقتراع واللجنه الفرعيه. كمان مهم جدا، كنا اثناء اجتماعاتنا الاوليه ان احنا بنقول لهم ايه هي العادات والتقاليد بتاعت الشعب المصري. يعني في مظاهر زي مظاهر الرقص والطبل والضحك والغنى والتعبير عن ده، فقلنا لهم ان احنا حتى كمصريين احنا مش بس بنغني وقت الانتخابات او وقت الفرح، احنا كمان وقت الحروب كنا بنغني. وبالتالي ان في عادات وتقاليد وبيئه ثقافيه مهم الناس تبقى عارفاها كويس قوي. نعم، وفقكم الله ووفق الله مصر والمصريين بإذن الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعد للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.